أكون أنا أول المتبرعين بإذن الله سبحانه جميل. وتعالى، فهذه خطوة أولى إن شاء الله بإذن الله. نعم ونعم والله هذا جهد المقل، هذا جهد المقل، لأن نحن يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ندعو إخواننا في كل البلدان الإسلامية وكل البلدان كذلك الغير إسلامية، يعني ممن لهم نخوة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتكافلوا وأن يتضامنوا مع إخوانهم بإذن الله سبحانه وتعالى بدينارك فقط، ذلك الدينار مع الدينار بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن صغيرة إن لا تحقرن من المعروف شيئا، وقال شعر لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لم يتكون هذا الجبل إلا حصى مع حصى مع حصى حتى صار عظيما كبيرا. كذلك يعني نحن بإذن الله سبحانه تعالى نعلم أن يعني الأمة الإسلامية فيها الجود وفيها الكرم بإذن الله عز وجل، ولن تمتنع بإذن الله سبحانه وتعالى، ونرجو يعني ونحن بإذن الله عز وجل سنرى هذا الخير في قابل الأيام إن شاء الله.